لا لا المشكل بعدا انت وقتها ساكنه هنا اش يدلك اش تاكل الفرش الله يجازيكم بخير مرحبا لا والله ما ضايق ما واكله ما حتى شي حاجه حالتي حاله لا باش نحاول نوضح الراي العام اكثر شنو دابا انت المشكل عندك هنا وقتها ساكنه هنا سكنت أربعة شهور ونص دابا هذا الشهر دابا سكنت ثلاثة شهور خلصتهم فيه ونص وهذا الشهر اللي دخل قول أربعة شهور ونص اللي أنا تنتكرفس هنايا دابا أنا كنتكرفس الضالة كتقطر عليا والواد الحار هابط من السطح من الديور خمسة الديور ورانا مريضة وما بقيتش نشوف بهاد الريحة أربعة شهور وليداتي هربوا عليا وبنيتي دابا هي اللي بقات معايا حنينه فيا خدامه في الفينيسيو ب 24 تتشد 6000 في السيمانه 10000 كنعطيوها ليه في الكرا وتنخلصوا الموضوع بديك 4000 وتيبقى لينا ما نصرفوا ما ناكلوا دابا انا تنخدم المسمن وكنخدم الحريره في شارع عام وما لاقي فين نخدم وجيت دابا 4 شهور ونص ملي جيت خليت ولادي في مراكش جيت لهنا لدرمي لعد خوت صاحبتي جيت لهنا وراتني السمسار مشي جيت عند السمسار قال لي خاصك 12 مليون قلت لي عندي رانا جمعها ريال بريال قلت لي راه ما عنديش انت ما نعطيك قال لي لا تعطيني 80000 داني وراني الدار جوج مرات تيقول لي وريني شي دار اخرى تيقول لي لا هادي اللي كاينه انا ما عارفاش عجبتني الدار يلاه تتصبغ وتتجلج عجبتني فيها الصباغه والجليج قلت بابي بوحدي فيها شرجم قلت حيد السفلي بابي بوحدي انا عندي الكروسه في الطنطيب ما نبقاش هابطه مع الدروج وما نبقاش خارجه وحله اللهم هادي السفليه قلت ليه يلاه قول بسم الله قال لي انا ما خلصتيني ما نزيد معاك اشنو دار عطيتو 20000 ريال دبست ليه رجليه عاد عطيتو 20000 ريال جابني لمول الدار مشينا للمقاطعه كتبنا ب 4000 ريال ملي مشينا لكيليزاسيو ما شدوش ديك الورقه ديال كيليزاسيو ديال اللي تتخشى في الدفتر ديال الكونترا عطاهم 100 درهم قلت لي علاش قال لي باش ما تجينيش الضريبه صدقت انا جيت قلت ماشي مشكل ما شغليش انا في هذا الشيء انا خاصني غير نسكن ونمشي نجيب وليداتي حسبت ليه فلوس 12 مليون و10000 كرا ديك الساعه عطيتو 12 مليون و10000 كرا جيت مشيت انا جيت جففتها ما حسش بهاد الشيء ما عرفاش هاد الشيء بالزربه جففتها مشيت في حالاتي ركبت خلصت الكاميو جد حويجاتي وجد وليداتي حك هادوك اللي في مراكش خاصني نخوي ليهم دايره معاهم باش نخوي جايه مع ولاد سكني في دار نقيه صافي هاد الشيء علاش عولت هاد الشيء علاش عولت فاش جيت سكنت 8 ايام سيمانه فاض عليا الواد الحار كنرجع نمشي عنده قال لي برز الطيني تنمشي عنده كيقول لي ابرز الطيني سير في حالك واه ديما تاع 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 ديما تطلع عليا ديما عطاني الهضره تنقول لي يا سيدي هكا فلوسك الله يرحم لك الوالدين صلح ليا الله يرحم لك الوالدين صلح ليا راه ما عندي كتاف انا باش نجيب معلم ما عنديش انا خويا ملي جيت وانا مقابله هذا الواد الحار 4 شهور انا ونص وما عنديش اللي يخدم عليا وما عنديش اللي يعطيني بنتي وليت تندبز انا ويا تندحس انا ويا على هذا المشكل دابا اشنو هزيتها وليت تنهضر معاه تيمشي يدعيني في الكوميساريه عيطوا عليا في التليفون مشيت لعندهم الكوميساريه ديال درميله قالوا لي اشنو ارى لاكارت علاش تمشي تحيحي على هذا الراجل قلت لي واش انا رانا عميت بالخنز رانا وحلت راه نصب عليا هو والسمسار نصب عليا هو والسمسار وداو لي فلوسي ورانا جيت دابا برانيه وها وقع لي وقع لي وما يقولوا لي سر المحكمه ما بقيتش تمشي عنده لا مشيتي عنده نجيو ليك ما بقيتش دابا تنمشي عنده ما بقيتش دابا كنمشي عنده البارح انا خارجه ايه مشيت جات الشرطه الاداريه جات الشرطه الاداريه هضرنا معاه هضرنا معاهم دخلوا شافوا عين من الباب صوروا من الباب مشاو في حالاتهم لعدو قالوا لهم رانا غادي نصلح دردبهم مشاو في حالاتهم ما تلاوش رجعوا عندي الشرطه الاداريه درت انا الشكايه دار القيد الشكايه للشرطه الاداريه ما تليتش انا لحقت البوليس ما تليتش لحقت الشرطه الاداريه ما تليت لحقتوش هو وليت انا تنغوت هنا تنبات في الزنقه وليت تندحس مع بنتي ولا عندي مشكل عميت من عينيا بهاد الريحه في هاد الربع شهور بنتي عينيها حمرين
تحاولوا نوضحوا الراي العام اكثر. دابا شنو ولا عندك قادوس مفرقع ولا شنو؟ الضاله كتقطر. اييه الضاله كتقطر وكاين عندي لاكار في وسط البيت. لاكار خرج منه هادشي. لاكار خرج منه داكشي اللي كيحطوا كيكبوا مالين خمسه الديور اللي فوقي. هادشي كله كيعود عندي انا في السفلي، كلشي تيهبط عندي. هكا تنبات تنبات في هاد البيت وتن حتى لثلاثه الصباح عاد تندخل حتى تيقهرني البرد. هالعساس سولوه، هالجيران سولوهم، كنخرج كراسه كنقعد تم مغطيه بالمانطا. انت دابا بغيتي تجي تعيشي عيشه؟ بغيت نجي نخدم. عيشه جيت بغيت نخدم ونعيش عيشه زوينه وعندي بعد كل 12 مليون ريال بريال، الف فرانك بالف فرانك، جعت فيهم وعطشت فيهم وشت راسي انا، ما انا لا الهك لا الهك. وانا جيت وحلت مع هذا الرجل نصب عليا هو والسمسار. انا دابا كنصورك ونشوف الماء مازال مهود. ها هو مازال ما مهود. ها ما مهود ها ياك جاب جاب قبيله ليديك وسرحوا لاكار ديال الزنقه راه خلاه محلول. والشكايه دايرينهم به مالي الحوانت. هالشكايه هي عندي، الشكايه عندي، عطاوها لي مالي الحوانت. ودابا اشنو هو المشكل؟ تيسرح ديال الزنقه على مالي الحوت وتيخليني انا اللي مضروره، انا اللي مضروره، انا ما عنديش شي حد هنا اللي يهضر عليا، انا مرا برانيه. واش بغيتوني انا حتى نهز شي حاجه ونمشي نضربو؟ هادشي ما بغيتش نمشي للحبس ونخلي لي تما ديالي، ما بغيتش انا ندير شي حاجه بيدي. هو البارح انا ديزا من حداه وتيعاير فيا قال لي تجري جهدا تجري جهدا. القانون فوق كل شيء، لا القانون هو القانون. دابا انت الرساله ديالك لماش بغيت توجه من خلال المنبر؟ الله يجازيكم بخير السي الحموشي. أجلالة أجلالة الملك، أجلالة الملك، الرؤساء، أوكيل الملك، المغرب، الشعب، الشعب الحنون، الشعب الحنين فيا. أنا مرضت، أنا مرض من هذا الإنسان، أنا ما كايناش الإنسانية فيه. وتيجي تيطلع للدار وتيجي تيدوز على هذا الشيء وتيطلع للدار ويشد الكرا ويخرج. أربع شهور هادي انا عييت، انا عييت، تقاضى لي صبري، انا عييت. صافي بارك عليا. انا حررت عليا عيشتي، انا ما بقيتش انا بشر، انا عميت من عينيا. عييت، انا عييت، بدلت تستمنى ناكل اربع شهور وانا جالسه كنشد داك شويه تنعطي عليه ديال الكرا. ولات بنتي انا تندعس مع بحرا، خرجت كالت بيضه ورا بيضه باقا في الصينيه، راه ما تلاتش ولات تشوف فيا انا ما تناكلش. هادشي حرام، حرام، هادشي بينو لي حقي. انا بغيت غير فلوسي، انا بغيت نخرج. الله ياخذ الحق، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما بغيتش ندير شرع يدي، انا صبرت، تقعد